السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سيد حسين عالم أبو للتعلم على آيفون. طبعا اليوم جبت لكم موضوع شرح جديد. طبعا اليوم الشرح هو عن حل مشكلة يعني شلون أقول لك، عدم التحقق من التطبيق، يعني غير قادر على التحقق مثل ما تشوفون في هذه الصورة قدامكم. أوكي شباب، طريقة حل المشكلة سهلة جدا، سهلة لا تتطلب وقت. طبعا مثل ما تشوفون هذا التطبيق مطور مؤسسة غير موثوق فيه، لان انا توني منزلين الاب علوي، لان ردت حالتي بمشكلة وتطبيقات اللي كنت منزلها طارت. اول شي تروح على عام اعدادات عام، هني ادارة التعاريف، وبعدين هذا تخلي تسوي له وثوق. بعدين بتشوفون برنامج كل شيء شغال، عقب فترة بيختفي، يعني بقول لك غير قادر على تحقق من التطبيق. لحل هذه المشكلة تروح لإعدادات، طبعا يدرون على السهل السحب تأخر شي، تروح على عام، وبعدين تروح على القيود، وبعدين تضع كلمة سر مثل ما تشوفون، تضغط على تشغيل القيود، وبعدين تنزل على طول تحت. انزين انا طبعا مسوينا، تدخل على مواقع الويب، وبعدين تضغط على تقييد محتوى للبالغين، تحط عليها صح، وبعدين تجي على عدم السماح مطلقا، اللي هو تكتب، تضغط على، انت بتضغط على اضافة موقع ويب وتكتب هذا، شوف هذا، بعنا الرابط بيكون في الوصف مثل ما تشوفون، هذا OCSO.apple.com، هذا بيكون في الوصف الشيء، انت تنسخه وتلصقه في هذا المكان، بعدين بس تضغط تم. اوكي، وان شاء الله بعدين بعمر التطبيق اياك وما بمسح. وبس طبعا يا شباب كان هذا موضوعنا لليوم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وشكرا على السحب وشكرا على الدعم، وادرونا على السحب في فلوقات قادمة ورائعة. وبس.